حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها سترد بشكل سريع وحاسم على أي هجمات يشنها وكلاء طهران في العراق وتؤدي إلى إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية واتهم بيان للمكتب العالمي للبيت الأبيض إيران اتهم بأنها لم تمنع الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على القنصلية الأمريكية في البصرة ومجمع السفارات الأمريكية في بغداد واكد البيان على ان الولايات المتحده ستحمل النظام في طهران مسؤوليه اي هجوم يؤدي لاصابه امريكيين ويلحق الضرر بمرافق حكومه الولايات المتحده